Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat al-mayyah hakikat al-naw. Yaliku bidalah di Luluh malam kukumun minnaw ilan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علمنا لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. المائية الواردة في القرآن تنقسم إلى أقسام: مائية بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، مائية كالله قال تعالى زون ومائية بولة ملك استنى قدر عنده، مائية الإهادأة والقدرة والعلم، عندهم مائية النصر والحماية والصيانة والحفظ. الله بذات مدرنا آل بلو ما نتعيشان، بل أجمع علماء السنة الله بمدر قص بأكال بذات إندالهون تسمام طوال، بل الله بذات مدر لا آل بلو يا لسوي كفران الآن. شيخ عثيمين في كتابه أكيدة أهل السنة والجماعة من الزاري أربعة ما تصافت كتاب بزا كتاب لا يكفر لمن نقر قجار قوال إيه كراسات شو أيضا لم عندان دك أول نبرات شو وهذا المثال إنا بهو نبوتا تناقرون نقر نبرا كذيك أولات شو تمال السوال نتوين شيري من تنبا مهلت تمال السوال إذا نجدية ومائية وأما قول شيخ الإسلام تيمية وحق على حقيقة ليس معنى على ذاته ما رتيدن ومائية كل شيء بها سبعينة عبرونة مالت قدية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله كعرش يبلاي مهونون بذاته بأكالو كارقا قد أوديه ولتنيا من آلاء وهو معكم آلاء. والمائية هنا الإهاطة والقدرة والعلم. الله فوق عرشي بذاته وهو في كل مكان بعلمه بالا. إن عبد الله بن عباس ضحاك بن مزاحم نسى سفيان بن سعيد الثوري إن إمام أحمد بن حنبل إن يحيى بن معين إن علي المديني علماء إن سفيان إن مالك إن فضيل إن إسحاق علماء الحديث مالت علماء السلف. مائية بذات مدرنا بلو يعني عندنا اللم إيه يعني هلولي اتهادية وش ناج إما الهلولي والاتهادية. الله موجود في كل مكان ميلوت أو بذاته أهلا مالتين يعني هلوم بوتا يا سيزان إيه قد عدقان يا هلولي اتهاديان والهلولية والاتهادية فرقتان ضالتان ضلالتهما أشد من ضلالة اليهود والنصارى بطعم يكفان إجيب يبزا يهونا إفات النات إمليتنا ولم يتنفس بكلمة أحد من أهل السنة والجماعة المؤتبرين. الله بذاته مدرنا أعلى بلو عندم يلم كل من قال في مئية الله من المفسرين والمهدثين وعلماء السلف إنما قالوا بإلمه وإهاطته وقدرته أو بنصره وتأييده. قال الله جل وعلا إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله كأنيا غار نوسيرو الله بواشا وبغار سور قبطونا بلتنان دي بذاته نوكال بذاته نوكال كوكو بوتاو سي سفا إسفال بوتاو سي طب تأبال بكنازي روش بكركر روش هود وسط عالا بوشا وش هود وسط عالا بفروج النساء الهويات وسط عالا للتنو ببيت كريستان وسط عالا للتنو. كما قال ابن عربي الضال الطائي صاحب الفسوس وكذلك بلا يتنيا بطالة تارسب بطالة تقرب بطالة تشناب بطالة تاقاتل بطالة تتنيا بطالة تهد بطالة ما الذي متعانا يستلزم لوازم إدة إما يتقرارته اللهم بوتا آلا ويمدمه اللهم بوتا آلا بأكانو عندهونو اندفلق بلاي لتهون بتالا مالا. وهذا لا يقوله يعني أي عاقل فضلا أما لو ذرة من العلم
وأما بعض الأدلة من الآيات والأحاديث وأقوال السلف مما يوهي بذلك ظاهرا لا حقيقة، فليس معنى أن الله بذاته في كل مكان ما لت أيدر، وهو اعتقاد وقول الهلولية والاتهاد، وهو اعتقاد وقول الهلولية، اعتقاد وقول الهلولية يعني إقالات مالتي بمهونو انجلي هذه نقر أرسلنا وجاء استناقضوا الله فوق عرشه بذاته وعلمه في كل مكان. هناك مئية النصر والتأييد، أو يا أبو بكر إنا يا رسول سيدنا قال إن الله معنا أي بنصره وحفظه وتأييده، والذي ذكره في سورة الحديد المدنية في الآية الرابعة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي بإلمه وقدرته وإهاتة. هكذا قال المفسرون من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كذا من طاب النقر إلم وسابق أول من الماء والآن والذي يتبع بإسان سيبال بذي كان تكتلنا سلفوت إن كتل مالتات من دين. إذا وأما قول شيخ الإسلام تيمية فهو حق على حقيقته آلة، حق على حقيقته بار، وليس من بذات يتعالى بذات كبات قالوا كونه بأكاله اللبوتة على مالت بكئ من رجاس فالدقواء الله إيه مرعا قطوتا للتنو، وإذا أنت كالله كرسول كسابه يتبنتنو، وإذا الناس يمن ناقر إطرت شقر على باته للتنو، سنذي يلزمك في قولك هذا عدة لوازم ومهادير اتق الله فيه. إذن المئية وقول شيخ الإسلام وهو حق على حقيقة مالت لا يستلزم اختلاطه وهلوله في الأرض، وإنما يقول هذا إما الجهمية القائلين الله موجود في كل مكان، أو الهلولية الذين يقولون إن الله هل في خلقي، أو الاتهادية الذين يقولون إن الله والخلق سواء، الله أنا خلق عندنا ميلوتنا وميلوت. ولم يقل أحد من علماء السلف من الصحابة والتابعين والمفسرين والمحدثين بذاته مدرنا على بلو عندم على عالم، ولذلك قالوا في تفسير قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن بميلو، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. مالت أي بإلمه ودى عندنا قد كانت يبلد أبوكت ميك أرب يلم، مثل قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دار، وكما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحل. هل تقول هذا بذاته؟ بسويونا بمقواقاجا وبفرسونا بمقواقاجا ومكاكا يمين لمن الله على سيبال بذاته لو تلا الله. وفي السيئين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام هذا إلى الصلاة فلا يبسك قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه بذاته لو تلا الله قبل كعبانا سيد الله بانتنا بكعبا مكاكلنا ويعلو وقلتنا وبذاته. هل تجرى على هذا وتتجاسر عليه؟ إذن عندم عالم مؤتبر من السلف للصحابة والتابعين بذاته مدر عالم بذاته مبكار انتاتم إلا إجماع منهم إجماع، وما يخالف الإجماع من رجع كدرسو يالتساسط يالرسا كالون ياسكفر وعلا. لماذا أنكرنا على الأحباش والهلولية والاتهادية من أجل قولهم إن الله موجود في كل مكان؟ عندما أحباش باند بكل كل وتاسيبال بقال درجة كارش بلاينا وباينهم قالوا كارش مبلاي هلوم بوتا علمان تاسيزا، ولا كل فتفسير المئية مئية الله أنه مع خلقه بذاته في الأرض كهون باطل بل بدعة محدث مخترع مخالفة لا يجوز القول به ولا اعتقاده. هذا باختصار
والله أعلم. من البعض تشبث من أدرقه وسيمين بلا تامل لي سواء دمو قول العلماء معصوم أيد اللوم من رجع كدقفها تشود من الكتلات وما هذا تامل لي سواء خلاص انتهى الأمر هذا والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخنا. ولكن نطيقي فضيلة الشيخ ممكن أقول على تشو يا شيخ أنسه بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرفض النكاح إلا أحد رجلين إما معذور وإما فاجر عنه نكاح أي تو أذرا لو سو نسأل السلام والعافية وإما فاجر إن داك إن دفلق ميهون ولا سيما بعد نبت تجباج بعد نبت جزيه مالن يبوزانو مجانا يتلاي في تناول ببزو بالزمن النزيك أشتنا برتوكان كونجية إيتو تشاتشننا سيلي جورج باللبت أنت وند إياله ما نم كافر سيوستاتشو ما نم مبتدي سيوستاتشو ما نم مالن عرب سيشاو تباتشو ود عرب هجر هيدو قول بتاتشو وبتاتشو سيشوك من هنا هلا أنت وند النت لما تشينو سلزي تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يأتي بالتدات بالتدهن يأتي والله ده هنا الشعان أقبوا منه يعني الأمات يلي أمات بزوناته بيه يفكر بات شعان لو يلا النبي عليه الصلاة والسلام أعون بعد لنبت هنا يتعيد لهم عند سوست أرادت مقبات واجب هنا بنال درد درد لهم هنا سوست أرادت أقبع سيت مولتوان فابريكا وإثيوبيا بشنو عندو يا لات قالات تقرب جالك لو عند نسيت ما يهونم يا إثيوبيا يا الناتوج ما تقرأي مستيريالو يا الناتوج ما هتقال لم لم ناتال يوان دالو قالتو على كل هذا سيتوج بشالو لازم نكابشتن نكابستنا أشتوج شقاوج وبوچال تازوج جزي سامت كارجو أي وجو السلام عليكم ورحمة الله يا بدنيا باخيرة الله مكروه رسول مكروه صلى الله عليه وسلم سلفوج مكروه يا دنيا أخيرة مثاليات عند شرق غربنا ولاله كما قال حسن البصري وذا شرق بقرب قطور كغرب ريك آل آل وذا غرب بقرب قطور كشرق ريك آل مالت وذا دنيا بامزر قطور كأخيرة ريك آل وذا أخيرة بتتقى قطور كدنيا ريك آل ولذلك قيل الدنيا ذرة الآخرة دنيا الآخرات أعنتنات لاله فمن أحب الدنيا أضر بآخرتي ومن أحب الآخرة أضر بدنيا دنيا نود أخيران يقودان أخيران يودد الدنيا ونقودان لدار بمهون الأخيران ومسرات النبي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخر أبقى اتشنك أفيرون اتشان دنيا تمتع الله آخرة بقينا قريب هنا إيالتش يلا سلزيت أفينات ما الدنيا في الآخرة إلا كمسي ما يجد هذا اسمي أو في اليم دنيا كأخيرة ست النسات عن تأجوم بآتون ببهر اندمي نكرنا سلزي اندت آت نكرت هنا اتشان دنيا لا كأخيرة ما سبرت أي قبل أخيرة سيرة دنيا الدنيا كذل للزائل عندما وقت إلى نات الدنيا عند شكلات سبارينات عند إلى ألافينات متالفنات أخيرة قرينات أرجينارينات زراء لماوينات لأخيرة سيرة بدنيا عند تشوه دنيا الله للنقذابات كونتراتنا عبادان للناتناققبات فطرواتان إنجيل النشانقلبات أيضا لم لا تريد أموال ولا أولاد عن ذكرنا توحيدنا سنانيا سيقى ذكر صدقاء درق زكان سيد صومن صوم حج درق ملكام نقر إلم أسكرة دعوة درق بعد ذلك تتقم إسكذا الدنيا متقاقمي على كلكة متلبسه متبالا متتطع متاقبة متطل متهدبت متنوربت الله بزو نقر أقرطول إيه ولو لأخيرا متقاق جياء اندهون النو بدنيا كتشود أخيرا ككسر كبات كسر دنيا تلسيات أقل لو سياسة النبي من آل عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء دنيا ياندت مالت تنين كم فاكر قمت النواقة بيورات لطلاتوج لكافروج ياندت قنج تاوها بالاس قنج أتشو نبر دلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلالنا دنيا تفينا أتشوت يا أيها الناس إنه هذا الله قل فلا تقرن أنكم الحياة الدنيا يا دنيا هيوت ندايش نقلات إلى الباتك إلو دنيا يمي رقف أبابانات يمي وفقت إلانات يمي السبر
شكلانات ما شوده إلا به آخرة زل أعلمها يا قرنات والله أعلم. نعم إلى جمو يا وكا مالت كمبتدئ القرآن ما دامت أميله بمسألة مبتدئين دمسون منون ولو حكم نقدر نقدر ما كتلو تقبع إذا لم إذا لم حق ما مسألة حقنا قرآن ما نمسه في كراء قرآن نقر قل ملك تعالى البدعاء دمساتهم بقرآن يحسن بنا من أرى قالوا بزاج بدمساتهم ما أمر كتمسدك يميسر السراء هلوم طرون بالتلاء النساسة شكرا لباتهم بلومان ليكبدو هجنان كذي أنت أنا ما كان وسيلة إلى قبول ما هم عليه من الباطل سلاه لا يقبل إنجي بعصر القرآن ما نمسى بك على القرآن كون القرآن نفس الشارع المعرفة الذي بلو محمد السيري هلا تبي داسو بيتون قب ننكر كلنا تنسى الدنيا لا تنسى الله أي قرآن تيوت الدنيا لا تيوت الله شو على شو تنسوته من على القرآن بيك على من شجر الله لو تدا أي قرآن كرت أن شافه أنت ليلو تشتال بقى اللي بيك كرت إشلا على عليه سلفوا جارا بيتان منورم نسوق أنت اللي أصنع غيفة ليقوم نبر بكذي أنصار تقدر هذا الله هذا والله جزاك الله خيرا كتير لي أكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيلا أهلاً يا علي أهلاً يا علي بيدر ثلاث وايد الدرسات عند علي مسيح شون عند تشوف اولا انيا يالنا لناو بشرك يا لبت انت كاسمنا وجه يا لسو مشركنا ودنا لنا قدمو ما انستنوال نعم من الباب منهم نغير ساي درسو يالكو انا بدنيا حكم كافرنا يميلوال واما باخيره يا انجد فهم الى الله وراجو قولي موكرال الى واما بدنيا مشرك يا ونسو دردر يلم مسلم هو نوكن ساياك عندان يا شرك تكبروچ يسرع سو نو مسفر توجي سانا مالا جاهل ياللبت كهونا كاكيمو بلاي سلاول سلال تردى سلال نقروت يالا كفرناو كذي انصارناو من رجايس كميكوهم بدرس يالناو انجي مشيكو سيجمنم شكره اللهم كافر ان الله وإن أحدون ممشيكين استجارك وإن سجا أحدون ممشي استجارك فاجره حتى اسمك مشرم كهونا مالا قل يا أيها الكافرون بلوت أرتوها منافق بلوت أرتوها مؤمن بلوت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء مؤمن بلوت أراتشو كافروتشن ولي ما درقون مالن فتأويل سر على كفراتشو إيه من دنو يا إعذار دي الجهلنا زرزرون كدن بتوسرنا مموكر أي تنال باترين إيش آية لا تدل على إيش تكفيري من وقع من المسلمين في بعض المكفرات جهلا أو إذا كان له شبهة حتى تقوم عليه الهجة يأتي آية عند مسلم هو نسو يشرك سراء يسرى كونا من رجع ساي قوم بات ويمدمو هجة ساي درسو ويمدمو شبهة يالو كونا شبهة ساي وقد اللت بفيت كفرة المالات أيضا لأن الكلام معنا في المسلم الذي يقع في بعض المكفرات إما جهلا وإما شبهة وإما خطأ وإما نسيانا وإما تأويلا وإما كرها إنجي يعني ننسي جمر أي ملكة موضوع النقاش لا بد أن يحرر هذا الله أعلم. جزاكم الله خيرا فتياتي يكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا صلاة ومساكين ومراسو بجالة إله إلا الله هذا ينبني على القول على ما قال العلماء في حكم تارك الصلاة يكفر أي كفر جمهور العلماء أي كفر من نجار الله تشو واجب النتوى إسكامنا ليلا دمو أي كفر عليه واجب النتوى بيعمنهم يكفر لا نجاركين يالدرس يالوقة تراوس أوام وجوهارو صلاة مسجد كروم على مسجد بزوم لا يقود أشتال بيلو مرة جال درس وكونا إسكبي درسوا لا يكفر يشلع كذا رسوا والي لما يكأولا يتكلم الفوالو يا الكفر هذا من القول يا بزانيا وتشونو بدون مرة جاهم بابيزات إذا قفا ولما أوش بزي مسألة يمكالف كمهور على توجدو هذا جا ونجري بتأم يا كفانا وقذا بلا كفر تارك الصلاة جابر بن عبد الله السلمي وبريدة الحسين وبريدة الحسين بن السلمي وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة
وأبو برزة الأسلمي، وكذلك شقيق عبد الله الأقيلي، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الشوكاني والشاطبي وشيخ الإسلام تيمية وسيد بن جبير وابن القيم والشيخ عثيمين أبزاني عالموج، وكذلك علي بن أبي طالب عثمان بن عفان يكفران وذا مرهد والبواجب النتوى بيامن منك عدل الله توبطان بزون ابن القيم حياة ولت من رجاء قومان صلاة يتوسوي كفران بمين لا ابن تيمية دمو أصير من رجاء قومان زاني عالموج كفران وذا مرهد دول كفير عالموج دمو هاي كفر من العلو منهم الشافعي وعمر بن عبد العزيز ومحمد مسلم الزهري ومحمد أمين الشنقيطي والشيخ الألباني والصنعاني وشيخنا الشيخ محمد بن آدم الولوي. فهؤلاء العلماء يرون عدم تكفيره، وقال بعضهم تفسير درجة سجد تبلو توتر يازال كسجد خلاص يودى الأمنوال أي كفر إن بيكا لكفر من نقر الله توقن فهو على خطر عظيم كفر لمن لو قول يا مزل وقد أطال النفس وأورد الأقاويل وسرد الأدلة وبين الحجة والهجج الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى بصافي والأدلة من القرآن والحديث على كفر تارك الصلاة كثيرة عديدة شهيرة. من ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بسويون نابا كفر كالصلاة، وقوله الكفر بلو كتعرف كفرا أكبرنا بلو إلال قال تعرف جن كفرا أكبر أي هون بلو مالت الكفر الشرك مالتو مالت ناكل لهذه كفرا من القول بأساف في نونا. وهذا القول الراجي والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نكتبتي أكين هرش الناس فيها تكتر بسرين الذي بالتعين ينزيم ينبني على حكم تكفيري بكفر أي كفر له من رجع درسواته كفر نقر بلو بتك درسواته انبي بلو يكو بتلي استوى على الأرش عند أهل السنة والجماعة إجماع من أهل السنة والجماعة على أن الله فوق بذاته باكارو كارش بلاينو إن مسألة درسوت قرآن حديث باتك كل درسوت انبياء لك هنا يسكفروها يانجزي بس كسو مسجد أي حالا مسجد أي تشال إسكار كفر مسجد كانتو لا يهون يشلع من ساعت صلاة وساعت إمامته إلال صلاة يبقى لت إمام النتو يتشال بلو إلال. وذا بعض العلماء مبتدئ ولو بها كفر فاسك كون مسجد أي تشال ميلو وهذا على التشدد وإلا يتشال. وقد ذهب الشيخ الإسلام تيمية إلى أنه لا تجوز الصلاة خلف المبتدئ والفاسق، والجمهور ذهبوا بدعاء إسكالا كفروا بتلي دانيا كونا بتلي عمارة أساو كونا كسوها لا مسجد إشلال إيجن ليلة يسون ناسو ولو تاكم كابير سوغا هيدو مسجد مياغن كونا أي قبع يسون إمام إيال بأهل البدع إمام كسجد ولو باي كفرنكا صلاة إشلال أي إشلال أي إشلال ميروان وصل إشلال نغرق أجريك النساء يسون إمام كان ليتم راقم برنكا هيدو مسجد اللبد كتفى ببيت كمسجد لبيتشا بمسجد كمسجد بدعا اسكالا كفر عما راجع تفاك هنا كنتون عني لم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كتبت إياكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياد أنت إياكي أنت إياكي ولا والبراء يوم نادلقو كما نو اسكما تسنو إلا ولا براء بمسرته ككافر كيهودا كنصارى ولا برا إن درجالن كنس إن ترالن إن سنا ندين ريك عليه مارد الدنيا المعاملان أي كلكم ككافر وجه لذا ده كهلا البدع من أهل الإسلام ونو ياو ترى يفرق أو تشالو إن سود مكرناته ونقرناته وبدعته سفة يكفى كهونا كنس مقاطعة ترجال إسكما شيء ميبالو ميهجروا ويمدمو برا ميلو إسكبيو إسكميموت ويم يا كرفوت الناكسو سووت يميت أرو يهونا أكال توبة اسكمي هذا قنا وأما اسكسوس كان درس ميت شاله كسوس كان بلا أي شيء تباره ما كرف بدنيا النابة تكيمات تكيم نجرت إلو كهونا نو وأما الولاء والبراء والبغض والحب في الله كهونا مالت البغض في الله والمعاداة في الله والبراءة من أجل الله كهونا يا سويو توبت اسكم يا درق وبه سويو اسكم يموت درسنا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كتبت ياكي يا هجرات المشركون شبت النوية من الاجو وقمت شوص من الوية
تنقركو يا قرأت مشركوه كاستمنا وشعونوت كافرنا اتشو بلا شك ما يعبد كافر كاستمنا كلا إله إلا الله لا إله إلا الله يما يلوت الله اتشو كافروشنا اتشو وعما لا إله إلا الله بلو سايعوك شباب الجيتان وربات اتشو بابا على سبب بلوم بقرآن على سبب بلوم بأخيرة على سبب بلوم بنبي رسالة على سبب بلوم بقرآن على سبب بلوم بعلى ألوهية على سبب بلوم نقرقن الله يود لنيان بمين يشرك أين توج استقاس أين توج يميسر أكالات مرجا سايقوم باتشو كالكاي نقر سايوقد النام أسفتو سايمالو أي كفر من لو بتعينو لمن تقدموا على سنتي والنبتة يدل هذا والله أعلم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اتباعه